السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في بيت أم ريان. كنتمنى تكونوا كلكم بأفضل الأحوال. اليوم الجمعة غادي نتغداو بالكسكسو إن شاء الله، غادي نكمل معكم تحضيرات رمضان بإذن الله، وبقوا معايا نبداو بسم الله البركة الله. هذا كاوكاو اللي حمرت، طحنته كاوكاو البيض، حمرته في المقلة وطحنته بالزيت. لا بلا زيت، انا حمرته وطحنته تكرمل ونسفته. وهذا هو 3 ديال 2 كيلو ديال كاوكاو و3 ديال المومو و2 ديال الطاغير. هذا مومو بيمو. نعم بيمو، باش كتجي واحد النكهه زوينه في وسط من الرخامه. صافي صافي، غادي تفرتيهم بيدك. هي بيديا، غادي نعكها، غادي ندير العسل نجمعها. كتخلي غير هكا هكا كنفرتو باش ملي كتكعد كتجي فيها واحد الطريطات كيجيو مزيانين. بارك انا يا خا كتصوبي اول مره كنتبه لك كيفاش كديريها. انت تشوفي، انت تتبعي المراحل وغتفهمي. لا حيت كتسيفها ديما كتجيبها مصوبه. اي ما كان لا ماشي اللي ما بغاش شحال من صوبات حدايا، ولكن انا ما كنتش كنكون انا مشغوله بحاجه اخرى. بحال ديك المره كنت كنصوب انا البريوات وانت كتصوبيها، ما انتبهتلكش من درتي. كاين اللي كيبغي بحال دابا انا كنفضل العسل، كاين اللي كيبغي يخلطها بالكراميل، كتجي حتى الكراميل زوينه، الصلصه ديال الكراميل كتصوب كتجي حتى هي زوينه. اييه، وحتى داك الحليب نيسلي حتى هو. المهم كل واحد الاختيار. صافي يلا دابا غديري العسل. انا ما صورتها شويه كتجمعها بالعسل. المهم جمعتها بالعسل ودارت ليها بلاستيكه هنايا، هذا البلاستيك الغذائي كديرو في بلاطو وكتلقها وكتولي تغطيها بنفس البلاستيكه باش من حيث كتضغط عليها بهذاك الدلاك كتجيها مقاده من الوجه ديالها. صافي، هنا من بعد ما قادتها كما كتشوفوا هكا كدوز كتذوب الشكلاط والبيض والاسود وكتطلقها هكا. المهم انا خديت لكم غير مقتطفات، راه درت الشكلاط من تحت الاسود وكذلك من الفوق، ودرت هاد الخطوط غير هكا عشوائيه وكتقطعها هكا محرفه وكتجي على هاد الشكل هكا وتدير لها ديك الكويغطات. انا المهم هي صورت معكم هكا مقتطفات وانا غنوريكم كيفاش كتجي. هانتوما شوفوا في الداخل ديالها كي جايه، كتجي ما شاء الله زوينه صراحه، وحتى بالنسبه كتجي معلكه من الداخل ديالها بهذاك العسل. هانتوما شوفوا كي كتجي معلكه. صافي، هنايا انا شاركت معكم هذا الشيء اللي دارت اختي ديال هاد الرخامه او الزليجه. من بعد غادي ندوز نصاوب انايا الكعبه. هذه كيلو ديال العقده ديال اللوز. المهم اللوز كنحيدو له القشره ديالو، كننقيوه، كيبس مزيان، كنطحنوه مع السكر. اللي كان الا كان عندنا القياس كيلو كنديروا النصف ديالو السكر. المهم انا هنا ما درناش بزاف، درت غير ربعه ديال السكر اللي طحنتها معاه. درت معلقه ديال المسكه الحره مطحونه وقبيصه ديال الملح وجوج معالق كبار ديال العسل، ممكن نعوضوه بالكونفيتور. وهنا 3 معالق كبار ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، وإلا كانت عندنا الزبدة قاصحة فكان ندوبوها من الأحسن باش كتساعدنا نعجنو ديك العقدة ديالنا، ما كتجيناش يعني فيها ديك الزبدة طراف من الداخل، فكتولي لي العقدة على هاد الشكل هكا. وعفوا راني درت نص كاس ديال الزهر، راني ندير 18 غرام في كل وحدة، كنديرو 18 أو 20، أنا درت 18 هانتوما باش يجيوني كلهم متقادين. كنديرهم كرات على هذا الشكل هكا، انا نوريكم. ومن بعد ملي كنساليهم كلهم بالعبار كنولي نعاود نحرب لهم، تنديرهم دي بودان صغار كيجيوني متقادين. هانتوما نفس العبار درت ليهم باش كيجيونا يعني مقادين، ما كتجيش وحده كبر من وحده. هنا من بعد ما حربلتهم درتهم دي بودان قلت لكم كندير بلاستيكه من التحت وكندير وحده من الفوق، غادي نغطيهم ونحطهم في الثلاجه وغادي ندوز باش غادي نصوب العجينه ديال الورقه ديال هاد الكعبه. خديت هنا 300 غرام ديال الدقيق ودرت له قبيصه ديال الملح
ومعلقه سكر كلاصي وواحد شويه ديال المسكه الحره، ودرت هنا جوج معالق كبار الزبده وثلاثه المعالق ديال زيت نباتيه. غادي نجمعهم وتا هي غادي نعجنها بالزهر، ماء الزهر. ممكن ديروا نصف ماء الزهر ونص ديال الماء، ولكن انا بغيت نديرها بماء الزهر. وغادي نجمعها وما كنديرش العجينه جاريه، كنديرها قاصحه باش كتنجح لينا هاد الورقه ديال الكعبه. وضروري ما كندلكوها مزيان ديك الورقه، لان منو بالاولى كتكون قاصحه ومن بعد كنبقاو ندلكوها مزيان حتى كتطلق. صافي دابا هنايا من بعد ما شتها تطلقات، غادي ناخذ واحد البلاستيكه غادي نديرها فيها وغادي نحطها في الثلاجه تقريبا واحد 3 السوايع ولا 4 عاد كنبدا الكعبه. دابا هنا من بعد ما خرجتها من الثلاجه، شوفوا العجينه ما شاء الله كتجبد، يعني مطلوقه مزيان، كتولي بحال الشكل ديال يعني بحال الشكل ديال العجينه ديال المسمن، ولكن هذه كتكون شويه مجموعه عليها. وخا تنجبدو هكا مزيان بالدلاك ما كتقطعش كاع هاد العجينه، كتنجح يعني كل ما ارتاحت كل ما كتساعدنا. فكناخذ داك البودان ديال العقده كما كتشوفوا، وكناخذ الراس ديال هكا بالزيت غير رؤوس الاصابع، وكنبقى نضغط ملي كنطوي ديك العجينه ديال الورقه، كنضغط بهذا الشكل هكا كما كتشوفوا، كنطلع في الوسط للفوق، وكنبقى ندير ديك الحافه ديال يديا باش كنتاكد انني خرجت داك الهواء ديال الورقه تماما. عاد كناخذ الجراره وكندوز هكا، كنقطع مزيان. هانتوما غادي نوريكم كيفاش كتجي، هانتوما يعني طريقه مزيانه وناجحه، والورقه كتساعدنا كل ما ارتاحت. فكنعاود ندير معكم وحده اخرى. انتم شوفوا العجينه واخا تنجرب الدلاك مزيان راني تنضغط عليه ما كتقطعش، كنبقى هكا غاديه مع ديك الكواور حتى كنساليها. كنطوي لها العجين وكناخذ شويه زيت في رؤوس الاصابع، وكنبقى نضغط بحال هذا الشكل هكا، كنخرج دوك القنيتات، كنخرج منهم ديك الهواء ديال اللي كيكون مجموع في الداخل ديال داك الورقه مع داك العقده. ملي كنتاكد مزيان وكندير ديك الحافه ديال يديا كما شفتوا، صافي كناخذ الجراره وكنقطع. هانتوما وكتجينا مقاده وما كتقطعش لينا ديك الورقه. كنجمع دوك القنيتات كما شفتوا، كاع ما كنضيع العجين، وكنولي نعاود نطلق بالدلاك ومساعداني ديك الورقه. ها نتوما شوفوا، لان ديك الطريقه باش عجنتها ناجحه 100%، وصراحه ساهله كتساعد، وما ما كنديرش بزاف ديال الزيت، راه كندير غير رؤوس الاصابع، وكنبقى نضغط وكنخرج ديك الهواء دوك القنيتات. ملي كنتاكد انني خرجته مزيان ديك الهواء، صافي كناخذ الجراره وكنقطع، وكنبقى مستمره حتى غادي نسالي دوك العقده ديال هاد الكعبه.
ودابا من بعد ما ساليت هذيك الكميه كلها هانتوما شوفوا كتخرج على هذا الشكل هذا، وكتجينا تقاده وحده. باش قلت لكم العبار مهم، لان الكعبه ضروري خصنا تجينا مقاده. غادي نخليها تشمع ومن بعد عاد غادي ندوزو للطياب ديالها. وهنايا من بعد ما تشمعات كما كتشوفوا هانتوما صافي، غادي ناخذ واحد الكيغدون وغادي نبقى نثقبها من التحت ومن هاد الفوق هنايا في هاد البلايصه ثلاثه ثلاثه كندير لها، باش ما كتحلش لينا ديك، ما كتنفخش لينا هاد الكعبه في الفران وتفرقع لينا ديك الورقه وتخسر لينا الكعبه. كندير لها ثلاثه ثقوب من تحت وكذلك من فوق. المهم ملي كنسالي كنجيب الزبده مذوبه وكندهنها بها كلها. وللذكر ان كاين اللي كيدهنها بالزبده وملي كندخلوها للفران وكتشمع كيجبدوها وكيديروا لها البيض البيض مع شويه ديال السكر كلاصي وشويه ديال الزهر، غير قطره الزهر وشويه ديال السكر كلاصي والبيض البيض، وكيدهنوها في غير في الفوق في الوجه ديالها غير من الفوق باش كتجي محمره. واللي بغى يكتفي غير بالزبده فكيخليها بالزبده. وهنايا غادي ندخلها للفران بعد ما سخن مزيان، كنديرها من الفوق وكنقص من العافيه كنخليها مهيله لانها كطيب على المهل. ومني تيطيب ديك اللاطه الفوقانيه دابا اللي حطيت هبطتها لتحت واللي درت الاخرى كما كتشوفوا هانتوما، وفي التالي كتخرج على هذا الشكل هكا هانتوما شوفوا. وانا قلت لكم اللي كيبغي يزيد يحمر لها الوجه ديالها كيدهنها بالبيض البيض وسكر كلاصي مع شويه ديال الزهر. المهم كانت هذه هي الكعبه اللي شاركت معكم بلديه، ما درت لهاش داك المنقاش. ودابا كنستفها من بعد ما بردات كنحيدها كنصوب لها في ديك الجبابينيه ديالها او ديك العلبه. وهنايا غادي نوريكم كيفاش هانتوما شوفوا كتجي معلكه وصراحه كتجي زوينه. وهذه هي طريقتي في الكعبه. نتمنى تعجبكم لا فيديو، ديروا لايك وخليوا لي تعليق وقولوا لي كيفاش جاتكم هاد الكعبه اللي حضرت معاكم. والمهم دابا حنايا في التحضيرات واللي درناها كنشاركها معاكم، ونتمنى لكم فرجه ممتعه وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.